السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما كتشوفوا حنا طلبة جامعيين منا اللي حاصل على شهادة الإجازة الأساسية، كاينين طلبة مازال عندهم الطموح باش يحصلوا على شهادة الإجازة الأساسية الجامعية، وحنا جينا هنا وحجينا من أجل المطالب ديالنا والحقوق ديالنا اللي ما يمكنش لينا نسكتوا على هذا الشيء. ديك الشروط جات بها وزارة التربية والتعليم مجحفة وتعجيزية، ما يمكنش لينا نقبلوا بها. منا الانتقاء ومنا تحديد سن الترشح في حدود 30 سنة، وهذا أمر تعجيزي وغير مقبول بتاتا، وهذه مظاهرة سلمية كيكفل لنا الحق والقانون والدستور، وما غنسكتوش، غنستمروا في الصمود وفي النضال ديالنا، وغنستمروا وما غنملوش حتى يوصل الصوت ديالنا للجهات المسؤولة، حتى يوصل وزير التربية والتعليم بن موسى والبرلمان وكل ما هو عنده غيرة على التعليم. حنا مستمرين في هذا النضال حتى نوصل المرادين بإذن الله تعالى. هذا القرار تعجيزي وضع شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها إطلاقا. هذا القرار فيه تهميش الكفاءة ديال الجامعة وفي تيستهدف حتى الأساتذة ديال الجامعة. يعني هذا القرار هذا كيبغي يقول لك أن الشهادة الجامعية، شهادة الإجازة الأساسية لا معنى لها وما عندهمش كفاءة، وهذا أمر ما يمكنش لينا نسكتوا عليه بتاتا. وحتى ديك المدارس ديال تكون الأطر التربوية ربما كاين هناك مدرسة في الرباط عمومية، ولكن هناك مراكز خاصة لتكوين الأساتذة والأطر التربوية كتحتاج الأداء الثمن شهريا، وماشي كل طالب بالمقدور ديالو يؤدي الثمن شهريا باش يولج هذه المدارس. لهذا حنا واقفين هنا باش نحتجوا على هذه الحقوق اللي ما يمكنش لي هذه الشروط ما يمكنش لينا نقبلوا بها، وخاص وزارة التعليم والتربية تسهر على المصالح ديالنا وماشي تجي ضدنا. والمطلب الأساسي ديالنا هو لا للانتقاء ولا لتحديد سن ترشح في سن 30 سنة. شكرا. ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا كنديروا واحد الاحتجاج، دافعوا على الإجازة الأساسية، لأن هذا القرار اللي جا به السيد الوزير هو قرار مجحف جدا، وحنا ما تقبلناش. علاش تقصينا وعلاش الإجازة الأساسية تقصات؟ الإجازة الأساسية لها دور مهم في الجامعة، بما أنها ما عندهاش دور مهم علاش كنقراوها؟ وعلاش كنقراوها لينا؟ ماشي غير جينا وخديناها، رحنا ثلاثة سنوات تعذبنا عليها مزيان، وبزاف الطلبة كانوا كيوجدوا مزيان وكانوا عندهم كفاءة ماشي ما عندهمش. وبالنسبة للقضية تاع الميزة تاع الإقصاء تاع تحديد السن، خاصنا ضروري. ربيع القرعي، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. حنا كنجيو اليوم في هذا الشكل الاحتجاجي اللي كياخذوه المعطلين والطلبة بجهة الدار البيضاء سطات لنشارك معهم، لا نقول لنتضامن معهم، لأن ما يشوبهم يشوبنا، والزحف على الحقوق ديالنا أولا هو زحف على الحقوق ديالهم. ومن هذا المنبر نرفع التحية عاليا إلى موقع فاس وإلى أكادير وإلى مراكش، وندين ونستنكر ما تعرض له المعطلين والطلبة لا في موقع تال سينت ولا في موقع بنيتجيت ولا في موقع فاس وآخرها البارحة في موقع الشرق. ونقول بأن نعم في الشرق عموما، نقول بأن ما تعرض له المعطلين والطلبة هو وصمة عار كتبقى في جبين السياسيين المغاربة والحكومة المغربية، ونقولها ونقول بأن الدولة المغربية يجب أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع، وأن ما يقع من فرض اللقاح والأجور والأسعار المرتفعة والأجور المجمدة وكذلك إقصاء الطلبة والمعطلين من الحق ديالهم في اجتياز مباراة التعليم، وأنهم يقصونهم من كل شيء تبقى لهم. أما الناس اللي هما الفوق راه كيقريو ولادهم في ليكول ديال لا ميسيون، كيصيفطوا وليداتهم لاوروبا وما كيشوفوش في هذه المهن هذه، مع العلم ان مهنه التعليم اللي يتصدى لها ابناء الشعب المغربي واللي هما حاملين هذه الرساله هذه. نرى اليوم بان الطالب كيقرا حياته كامله ويتم إقصاؤه، من يتحمل المسؤولية؟ المسؤولية تتحملها الدولة التي لم توفر له الشغل من يتخرج من الجامعة في 24 سنة وفي 23 سنة. من يتحمل المسؤولية؟ تتحملها الدولة التي لم توفر له لا ظروف شغل، لا في القطاع الخاص لا في القطاع العام لا حتى شي قطاع. كنعرفوا أن البطالة تنخر صفوف المعطلين وصفوف أبناء الشعب المغربي العزل الذين يتعرضون للقمع والجور والضرب والظلم
من جميع الفئات. شعاراتهم البارحة في الانتخابات وتسطيرهم لبرامج انتخابية نقولها اليوم يتخلون عنها. اليوم قلبوا الجلود ديالهم بحال التعابين، مجرد جلوسهم في الكراسي كيقلبوا الخطاب وكيقلبوا الجلد ديالهم. نقول نتأسف لأن ثقة المغاربة في الدكاكين السياسية ستفقد كلها في جميع الدكاكين السياسية. ونقول بأنه التصويت العقابي راه جاي جاي، والحجر راه جاي الأخ النوش. ما وعد بأخ النوش اللي قال لما كان شاد الحقوق ضربونا بالحجر. أنا كنقولوا لك احنا كنجمعوا في الحجر، الحجر احنا كنجمعوا فيه، وسنطردكم ماشي غير من وعود كاذبة بالأخير. وعوده كلها وعود كاذبة، ونحن نرى البداية ديالو. هالبداية ها قانون المالية، راه قانون المالية يصدق ذلك الواقع. راه قانون المالية اليوم الارتفاع في البنزين، ارتفاع الصاروخي يؤدي إلى ارتفاع في جميع المواد الغذائية. الفقير مسكين اللي كيخدم 60 درهم و70 درهم في اليوم، ماذا تبقى له؟ ماذا تبقى له؟ نقول بأن راه المغاربة راه حنا تزيرنا وتبريسينا، ونقول بأنه راه الانفجار راه غادي يكون في شي لحظة ما تلقاو فيها ما تجمعوا. هذا قرار شاكيب بن موسى هو قرار ديكتاتوري، هو شطط في استعمال السلطة. قراره قرار بعيد كل البعد عن ما يدعونه ويبررون به الجودة، وهذه المصطلحات ديالهم ديال المقاولة اللي هي بعيدة كل البعد عن ميدان التدريس وميدان التعليم. نقول بأن المراد ديالهم واحد وقت من الأوقات كانت عندنا احنا الإجازة في علوم التربية، وقصونا واليوم رجعوا الإجازة في علوم التربية ويسدوا هذه الجامعات اللي كتعطي الإجازة الأساسية. شنو بقينا بغيناها؟ كذلك ندين ما قاله بن الزرهوني اللي قال لك بأن راه إجازة في كليات علوم التربية كتفوق الدكتوراه. إوا سد أنت مراكز ديال البحث ديال الدكتوراه، وسد هاد المسائل هادي، لا في علم الاجتماع، لا باش نعرفوا المجتمع فين وصل، لا في علم الناس، لا في علوم البحثة، لا في علم الرياضيات، لا في علوم البيولوجيا، لا في علوم. كلامهم كله متناقض، يضربوا بعضه بعضا، ما عندك ما تفهم منه، كتحاول غير تفهم شي حاجة ما كتفهم والو. راه حنا ماشي كيتعاملوا مع دوما، راه كيتعاملوا مع طبقة مثقفة، راه ماشي كيتعاملوا مع ناس اللي هما ما فاهمين والو. لذلك نتأسف الى هذا الوضع، ونتأسف الى ما يقع للشعب المغربي، ونتأسف الى ما يقع لهاد الطلبه وهاد المعطلين. ثم كتشوفوا اليوم هذا القمع اللي داير بهم، ومحاوله قمع الاصوات والضرب والتنكيل. الى متى هذه الاشياء؟ مللنا وجودنا في هذا الوطن. هذا الوطن نحبه لكن مللنا، والله العظيم يحل الحدود ما يبقى شي واحد هنا. اشكركم على تضييعكم.